يبقى اليوم بدنا نبدأ بموضوع جديد، أوكي؟ الموضوع هو يعني يمكن أغلبكم إنه حاول فيه أو حاول يعمل قبل هيك، أو عنده يمكن سي في، تمام؟ هذا اللي بدنا نحكي عنه هلأ. بس الفكرة هنا إنه how to make it professional. هلأ شو يعني سي في؟ سيرة ذاتية. أوكي، شو يعني سيرة ذاتية؟ قصة حياتي. يعني معلومات نفسه. أوكي، واحد واحد. كان في صبية كانت تحكي قبل مهند، دقيقة شوي. مين كان يحكي هلا؟ الصبايا. أنا دكتورة. تفضلي. هي تكون معلومات عامة عن الشهادة وعن الخبرة وعن الوظيفة. تمام. مهند شو رأيك؟ انه صاحب المقدمه يعني مثلا عاد احكي بالعاميه هيك. طبعا اكيد. مثلا واحد بده يروح يقدم على وظيفه جديده، فالسي في عنه بتعبر عن صاحب العمل او اللي بده يروح يقدم له عليه، فبكون فيها الخبرات الوظيفيه، ممكن كمان نحط فيها اللي هو عدد افراد العائله اذا انت متجوز او لسه عزاب زي ما بقولوها. ومن الحكي هذا يعني بتوصي يعني عن حالك بس بطريقة إنه لشغل، يعني رايح مش للشارع. تمام. هلا انت بصراحة بس لا، وصلت الفكرة. هلا انت في شغلة هيك جزئية احنا حنحكي عنها انها مش كتير ضروري نحطها، اوكي؟ بس بشكل عام نعم اللي حكيتوه مزبوط. السيرة الذاتية هي عبارة عن ملف او وثيقة تشرح عنك، تمام؟ تحكي عنك. لكن في عنا هلا في بعض على فكره الكتب تسمى سيره ذاتيه، بعض الكتب تسمى سيره ذاتيه وهي بتكون تحكي عن شخص معين، اوكي؟ هلا هاي طبعا الكتب عاده بتكون لمين؟ لا للشخصيات اللي كتير مشهوره، شخصيات يعني اللهم صل على محمد، يعني على سبيل المثال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام له السيره النبويه كامله. كلمه سيره هنا معناها حياته وكل أفعاله وكل إنجازاته وإلها معاني كتير عامة لسه أكتر من هيك. في عنا سير ذاتية لبعض الناس المعروفين، يعني ممكن تلاقي مثلا بعض الروائيين كاتبين بيحكوا عن حالهم، زي I think في كتاب اسمه شاهد ومشهود لكاتب اسمه وليد سيف، بيحكي سيرة ذاتية عنه. الكتاب يعني أنا مش فاتحة كاميرا كمرجيتكم قديش حجمه الكتاب، كبير جدا وفي حكي كتير. هو إنسان معروف، هو كاتب وكاتب سيناريو لمسلسلات وكاتب كتب وهيك أشياء، طبعا بكتب في التاريخ الإسلامي. هلأ الفكرة التاريخ الإسلامي وبرضه في القضية الفلسطينية وتاريخ الفلسطيني إلى آخره. الفكرة إنه هاي مثلا هذا شاهد ومشهود هي سيرة ذاتية عن هذا الكاتب، بيحكي عن حاله بس بطرق معينة، يعني ما بيحكي قصة حياته قد ما بيحكي إيش الأشياء اللي مرت معه، شو الأشياء اللي قدمها، كيف شو عمل، شو صار معه بحياته ليوصل لهاي المرحلة. هلأ فكلمة السيرة هي معناها إنه أنت بتحكي عن طريقة أو مسيرة إنسان في مجال معين. هلأ السيرة الذاتية من الناحية اللي إحنا بدنا نحكي عنها هي من الناحية الوظيفية والناحية المهنية، تمام؟ هدفها الأساسي إنك أنت بدك تشرح عن نفسك أنا شو عملت من أول ما تخرجت أو يمكن حتى قبل ما أتخرج، تمام؟ في حياتي بحيث تخدم الكارير اللي بدي إياه، الكارير بمعنى المهنة أو الوظيفة التي أسعى أني أصل إليها، تمام؟ فالسيرة الذاتية، أوكي؟ كل واحد فينا زي ما أنتوا حكيتوا بيعرف شو يعني سيرة ذاتية، بيعرف لو بده يكتب. هلا مثلا بيجي تلاقي حدا فيكم ما عنده خبرة بهذا الموضوع، تقول له اكتب لي سيرة ذاتية، عطول حيخطر بباله انه يكتب معلومات عن حاله، تاريخ ميلاده، اسمه، تخصصه، من اي جامعة تخرج، شو الشهادة اللي معه او الشهادات اللي معه، اشتغل مثلا في محل فلاني. تفضل تفضل، حدا حكى اشي؟ تمام. اشتغل احكي، شو كنت تحكي؟ هسا احنا بنعرف شو هو السي في، بس اختصار الكلمة سي في اختصار لايش بالضبط؟ يلا هلا موجودة بالسلايدات. ولا مين سألك عنها بمقابلة؟
مين سألك هي ما كانت مقابلة، كان خالي جاي من أمريكا هو، وحتى هو ما بيعرف شو معناها. أوكي. كنا بنعرف السيرة الذاتية بس شو. هي السيرة الذات. صحيح. كاريكولوم. أيوة. كاريكولوم. إيش؟ فيتا. فيتا أو فيتا، بس هي هاي يعني الترجمة يعني كلمة فيتا I think بالفرنسي هي أكتر. أوكي. فهي اختصار السيرة الذاتية، هلا حنحكي عنها، موجود واحدة من السلايدات موجود الاختصار. تمام. طيب so, فكرت في المقابل، في مقابل المقابلات حط سألك عنها يعني. طيب إذا إحنا هلا الفكرة بدنا نعرف بس كيف إنها تكون احترافية أكتر، كيف إنه لما توصل سيرتنا الذاتية الورقة هاي أو الوثيقة تصل إلى الشخص المعني اللي هو اللي بده يوظفني، ممكن يكون صاحب الشركة، ممكن يكون مدير الـ HR، تمام، في الشركة اللي هم الـ Human Resources المسؤولين عن التوظيف. لما توصل السيرة الذاتية كيف أنا أخليها attractive، كيف أخليه يقرأها؟ هلأ في على فكرة كتير ناس بطلبوا سيرة ذاتية وممكن توصل السيرة الذاتية ولا تقرأ أبداً، ما يشوفها. أوكي، ليه؟ لأسباب معينة. ممكن أنت مبلش فيها مثلاً حاطت شغلات صار يحكي لا هذا ما مش حيفيدنا، كم شغلة بس كتبتها في البداية قال إنه هذا مش حيفيدنا. فأنت بدك تحاول تكون السيفي تبعتك attractive، إنه الشخص اللي قدامك أو الامبلوير على الأقل يقرأ منها، تمام، يقرأ يحاول يعرف مين أنت، تجذبه بطريقة أو بأخرى عشان يعرف مين أنت. طيب كمان دكتورة عدد صفحات السيفي تبعك، يعني مثلا واحد جايب له 6-7 صفحات فأكيد ما رح يقرأها، مستحيل يقرأها أو هيك. أكيد أكيد، ما هاي من الشغلات برضو اللي حنحكي عنها اللي هي السي في، وفي عندي إشي اسمه الريزمي، هنشوف إيش الفرق بينهم. الريزمي باي ذا واي إحنا متعودين نطلق كلمة سي في أو كلمة ريزمي على نفس الوثيقة، الريزمي برضو هي سيرة ذاتية، لكن كمسمى في اختلافات بسيطة بينهم بدنا ناخدها بعين الاعتبار. وحنشوف امتى انا بقدم سي في، امتى انا بقدم ريزومي، امتى بقدمهم التنتين مع بعض. اوكي، هلا ايش السي في؟ اذا سؤال جواب رد على خال، مين اللي حكى، مين الطالب اللي حكى خاله ساله؟ انا بشوف الاسماء، مين الطالب اللي حكى انه خاله ساله عن اختصار السي في؟ طيب على اي حال هي الرد عندنا اللي هو اختصارها كاريكولم فيتا، تمام، او في بعرفش انا كيف تلفظ هي بالضبط. اوكي، يعني لو شفناها على جوجل ممكن نشوف طريقه اللفظ تبعها. اوكي، فكاريكولم فيتا هي السيره الذاتيه، تمام. السي في هي عباره عن ايش؟ هي بيرسونال ماركتينج دوكيومنت، هاي الشغلات اللي نحطها في بالنا. انت لما بدك تقدم السيره الذاتيه انت بتقدم او بتسوق لنفسك لشخصك. اوكي، سو اتس ماركتينج دوكيومنت، هي وثيقه تسويقيه لك. فانا عشان انقبل بشركه معينه لازم ادير بالي انه السي في تبعتي تحتوي على المعلومات اللي هذا الشخص احاول انا اعرف شو هذا الشخص بده. اوكي، احط له الشغلات اللي هو ببحث عنها، تمام. هلا هاي الشغلات مع الخبره بتيجي، وفي ناس بيساعدوا، يعني ممكن تلاقي ناس بيساعدوك، احنا بنساعدك بكتابه السيره الذاتيه. اوكي، في ناس عندهم خبره اكبر ممكن نساعده بهذا الشيء، بس احنا بنحاول هلا في هاي الماده انه نعطيك خبراتنا، يعني اوكي من خبراتنا احنا بشغلنا بتقديماتنا، دورنا على النت لقينا هيك مجموعه تيبس ممكن نعطيك اياها خليك تركز بالاشياء اللي تحتاجها او اللي تحتاج انت تضيفها على السي في تبعتك. سو انها هي تستخدم زي ماركتينج بما انها معناها تسويقيه، it's used to sell yourself، هلا طبعاً مش هتبيع نفسك حرفياً، بس هي الفكرة كيف مندوب المبيعات لما يجيك على باب البيت ويدق عليك ويقول لك أنا معي جهاز هذا إشي خطير بدي أبيعه، ممكن تصير جديدة ولا أبصر شو. أنا من الناس بفتحش الباب لمندوب المبيعات خلص، بس في ناس لا بنجذبه، يعني ممكن مندوب المبيعات يكون لسانه حلو خليك تفتح الباب وتسمع شو بده، تمام. فأنت بدك سوق لحالك، بدك تشتغل في مكان ما، تمام؟ فبدك اللي قدامك يشوف إنه أنت حتكون إضافة ممتازة للشركة، فأنا لازم أعين هذا الإنسان. إيش هي الطريقة الأولى أو الوثيقة الأولى اللي بتعطيهم هذا الانديكيشن؟ هي السي في. طبعاً بيجي بعديها مقابلات أكيد، ما حدا بيعتمد من الشركات على توظيف الموظفين فقط على السي في،
لازم يكون في انترفيو. يعني ممكن السي في تبعتك تكون مليانة خبرات مثلا، أو مليانة لتسي شهادات، ممكن يكون معي ماجستير ودكتوراه وعندي بكالوريوسين وعندي دورات وغير شكل، واروح اقدم على وظيفه لما يجوا يقابلوني ما اعرفش احكي كلمتين على بعض، عادي بتصير. ممكن تكون خبرتك في الدراسه اكثر من خبرتك مع الناس. هاي من الشغلات اللي انا كثير بحب حتى احكيها لطلابي سبيشالي في سنه اولى، انه ما تقيد حالك بالاربع سنين في الجامعه انك تكون بس دريس، بس بين الكتب وبس بين الامتحانات. هلا للاسف للاسف وضعنا حاليا مع الاونلاين يمكن ما حيساعدنا كثير، بس ان شاء الله ربنا بفرجها، وباذن الله الفصل الجاي نرجع على جامعتنا، والطلاب المستجدين منكم برجع بشوفوا الجامعه وبتعرفوا عليها وبتتعرفوا على بعض. كثير حلو فكره انك انت في الجامعه تنخرط في العمل الطلابي. انا هاي سوري انا بعدت شوي عن المجال، بس نفس الوقت يصب في نفس الموضوع، لاني انا بعرف فعلا. انا مره في شخص بعرفه بشتغل بشركة بقول لي أنا بقابل ناس بيكونوا من أوائل الدفعة بالمقابلة بعرفوش يحكوا، ما بعرف ما عندهم يعني ما عندهم أي نوع، مش فيش عندهم شخصية إنهم يودوا يعني يحكوا لي هم إيش بيقدروا يعملوا، شو كيف بيقدروا يساعدوني، كيف بيقدروا يضيفوا على الشركة. في المقابل ناس، هلا ما بقول إنه ما تدرسش، ما كنش معدلك امتياز، أكيد معدل الامتياز يعني أو الجيد جدا مطلوب إنك تكون جايب معدل عالي، هذا إشي طبيعي أوكي، لكن خلي في حياتك أنشطة أخرى اجتماعية. يعني بحكي لي برضو نفس الشخص إني قابلت بنت كانت لم تتخرج بعد، أو يمكن بدها تتخرج، أو إنه تخرجت يدوب يعني لسه ما استلمت شهادتها، يعني فعليا ما اشتغلت في أي مكان كعمل براتب أوكي، لكن لما قاعد يحكي معها طلعت تفهم بشغلات وبتحكي عن شغلات، عندها مداركها واسعة وعندها قدرة إنها تدافع عن حالها وتحكي عن حالها. يعني هاي الخبرة من وين اكتسبتها؟ لما حكى معها ولما شاف السي في اكتشف إنها كانت تنخرط خلال الأربع سنين أو خمس سنين في الجامعة في الأعمال التطوعية، في العمل الطلابي، في كتير شغل، في بيعملوا بازارات، بيعملوا أنشطة. الأنشطة هاي اللي بتخليك أنت تتعامل مع الناس هي اللي بتصقل شخصيتك، تمام؟ مش الدراسة، الدراسة عادي احنا كل طول عمرنا بندرس اوكي، لكن فعليا انت تكون مؤثر بالشخص اللي قدامك، تقنعه بحالك لما تكون انت اصلا ماخذ خبرة اجتماعية مع الناس اللي حواليك اوكي. فهاي حلوة انك تدعمها، لانه انا هلا السي في انا بحكي لكم عن السي في، بس بعد السي في حيكون في انترفيو اوكي. فالانترفيو تحتاج انك تكون انت قد حالك، ما تتلبك. يعني هلا يعني ممكن واحد يعني يتلبك عادي، ممكن يتوتر، بس حاول انك تخفي هذا التوتر. طب كيف اخفي هذا التوتر؟ لما اكون متعودة احكي مع الناس عادي، ما يكون انا والله اول مرة بحياتي بشوف مدير شركة، لا انا اشتغلت مرات اعمال تطوعية، ما احكيش عن حالي، انا بحكي كطالب اوكي. انا اشتغلت باعمال تطوعية، اضطريت اتعامل مثلا مع مؤسسات اوكي، اضطريت اتعامل مع ناس بيشتغلوا في مؤسسات، فتعاملت مع ناس خبراتهم اكبر مني، اتعودت على الحكي معهم. فأنا لما أجي أنا أقابل مدير شركة أو أقابل مدير الـ HR ما حكون خايف، ما حس إنه أنا والله هذا الإنسان كتير مثلاً واو أروع مني وكذا، لا أنا عامل أشياء حلوة في حياتي يعني، عرفتوا علي؟ هاي من الشغلات الحلو جداً إنك أنت تسقلها بنفسك، بالإضافة طبعاً مش من غير، بالإضافة للدراسة. طيب يبقى هنا again هدفنا الأساسي إنه أسوق لنفسي أوكي، و أعطي انطباع أني أنا ممكن أكون add-on إضافة مفيدة جداً للشركة. فعايش بتحكي السي في، بتحكي عني، عن professional history، إيش أنا اشتغلت بحياتي المهنية، والskills، إيش عندي مهارات، إيش القدراتي والإنجازات اللي أنا قمت فيها، تمام؟ هلأ about you ممكن يكون personal، ممكن بعض الشغلات البيرسونال اللي ممكن انك تحطها حسب الحاجة، وحنحكي هلا تمام. وفي اشياء بيرسونال لازم احطها، في اشياء بيرسونال ما فيش داعي اني احطها الا اذا سألت عنها. وشغلة تانية طبعا مش مذكورة هون، بس هي about you اللي هي education، اكيد مهم اعرف انت شو دارس اوكي، شو الشهادات اللي معك تمام. So the main objective، اذا الهدف الاساسي من السي في to highlight why you are the best person for the job.
إني أنا بدي أحكي للناس أو لأحكي لهذا الشخص أنا ليش، أنا ليش تختارني، ليش ما تروح، يعني أنا بدي أحكي له أنت اختارني أنا وخلص تطلعش حد تاني. أوكي، بدي أحاول قدر الإمكان إنه تكون السي في تبعتي توصلني أو توصلني لهذا الهدف. أوكي طيب، a CV is required when applying for a job. هلا السي في بالعادة إحنا متعودين أنت لما تقدم على وظيفة تطلب منك السي في. أوكي، لكن ممكن يكون إلها طلبات أخرى، ممكن حدا تاني يطلبها. زي مين مثلا؟ لنفرض إنك خلصت بكالوريوس بدك تقدم على الماستر أو تقدم على دراسات عليا للدكتوراه، بنطلب منك السي في. بس هلا بدي أفكر، أنا بدي أقدم السي في كموظف في شركة، أنا بدي أقدم السي في عشان أكمل الدكتوراه. فلما أجي بدي أقدم مثلا، بدي أشتغل أنا إيمان الناجي، أنا مخلصة كمبيوتر ساينس معي ماجستير، تمام؟ بدي أقدم على شركة، أنا بعرف إن هاي الشركة بدها مبرمجين، فبروح بركز بالسي في تبعتي على الشغلات اللي بتهم الشركة، بركز على مهاراتي في البرمجة، بركز على البروجيكتس اللي أنا اشتغلت عليها في البرمجة، بركز على الخبرات السابقة، على الشركات السابقة اللي أنا اشتغلت فيها بالبرمجة. لكن لما إيمان الناجي بدها تقدم على دكتوراه، إن شاء الله يا ربي الله يكتب لي إياها، أوكي؟ بدي أقدم على الدكتوراه، بدي أحط سي، بدي أكتب سي في وأقدم على الدكتوراه، على إيش هركز؟ هركز على الشغلات اللي بهموه، اللي بتهمهم بالدكتوراه. هركز إنه أنا والله درست في جامعات، فأنا بالعمل الأكاديمي عندي خبرة ممتازة، عندي خبرة طويلة، عندي خبرة مثلاً 10 سنين بالعمل الأكاديمي. ليش بهمهم العمل الأكاديمي في الدكتوراه؟ لأنه ممكن مثلاً أخذ منحة وأدرس معهم مثلاً، تمام؟ بهمهم بالدكتوراه شو الأبحاث اللي أنا نشرتها، أنا نشرت أبحاث معينة. فهاي بصير أرتب السي في تبعتي، أحط الشغلات المهمة اللي بتهم هدول الناس قبل الأشياء التانية. ممكن أشياء التانية حتى ممكن ما أحتاجها، أوكي؟ ممكن مثلاً أحتاج أكتب إني أنا عندي خبرة بالبرمجة، أوكي، إذا بدي أكمل دكتوراه، أجين لنفس السبب، إذا بدهم يعني أشتغل معهم مثلاً أدرس، ممكن أدرس مواد برمجة، فبهمهم هذا الإشي. لكن مثلاً لما أروح أقدم على شركة ما بفرق معهم، إذا الشركة بس برمجة ما بفرق معهم شو الأبحاث اللي أنا عملتها مثلاً. لكن لو مقدمة أنا على شركة بدي أشتغل بقسم الـ R&D، هذا القسم بيكون موجود في كتير من الشركات، هو Research and Development، هذا قائم على البحث، وأجي أحكي لهم إن أنا باحثة، أنا عندي مجموعة أبحاث علمية وتم نشرها، تمام؟ فبهي الحالة إيش؟ هاي تعتبر من الشغلات الضرورية لهذه الشركة. فالفكرة اللي أوصلكم إياها شباب إنه السي في ممكن أنت يكون عندك أكثر من سي في، مش سي في واحدة، كل واحدة تكون موجهة لإيش؟ لموضوع معين أو لمجال معين. ممكن طبيعة شغلك بتأهلك أو طبيعة تخصصك بتأهلك إنك تشتغل في أكثر من مجال، فممكن يكون عندك سي، كل سي في موجهة لمجال معين، تمام؟ أنا ما بعرف نعسكم إشي ولا مصحصحين معي، والمشكلة أنا اكتشفت إني أنا لازم بمحاضرات زي هيك إني أفتح الكاميرا عشان ما تسهوا. كيف أموركم؟ تمام هيك؟ تمام. طيب، في شغلة هون بس مذكورة، هذه برضو ممكن نحكي عنها لقدام، هنحكي عنها إن شاء الله، إنه في بعض السي فيز بطلبوا منك إشي اسمه cover letter. cover letter. هلا السي في فيها تفاصيل عنك. الكفر لتر هي عبارة عن رسالة تحوي عن فقرة فقرتين ماكسيموم، وبتحكي الشغلات المهمة عنك. يعني لما تيجي أنت مثلا الشركة تطلب منك السي في، بتقول لك ابعث لي إياها بالإيميل، فأنت بتقدر تبعت تعمل اتاتش للسي في تبعتك اللي أنت كاتبها بالوورد دوكيمنت، تعملها اتاتش بالإيميل بنفس الإيميل عشان تخليه يفتح السي في. يجي بتقول له مثلا دير سير، اوكي انا فلان الفلاني، انا مقدم على الوظيفه الفلانيه، انا حاصله على شهاده ماجستير مثلا في علم الحاسوب من جامعه الفلانيه، انا قادره على اني اشتغل مثلا بالبحث العلمي، انا بحب مثلا توجهي او الانترست تبعتي هاي الانترست، وحابه هلا افرض اكمل الدكتوراه وحابه اني اكمل في هذا الموضوع. هلا انا بحكي له بفقره او فقرتين مين انا باختصار شديد، بس عمل له هايلايت على الشغلات اللي هو بدور عليها. هلأ لما يشوف إنه والله إيمان أوكي عندها أبحاث علمية في موضوع هذا،
بروح بدخل على السي في بشوف شو البابليكيشنز تبعتها، بشوف شو المنشورات او سوري الابحاث العلميه اللي هي نشرتها عشان اتاكد من الكلام اللي حكت لي اياه بالكفر لتر. اوكي، فبرضه الكفر لتر هي عامل مساعد بخلي الامبلوير او الشخص اللي بده يختارك بخليه يدخل ويقرا السي في تبعتك. الكفر لتر ممكن نحكي عنها اكثر لقدام شوي، ممكن ب لما ناخذ الشابتر اللي وراه بالايميل انه اطلب منكم تكتبوا لي كفر لتر مثلا للسي في تبعتكم. يعني هلا حنطلع من هذا الشابتر كاتبين سي في، على الايميل ان شاء الله حقول لك اكتب لي كفر لتر تحكي عنك كانك بعت لي السي في بايميل. تمام، ان شاء الله حنشوفه لقدام. واضح بشكل عام شباب شو هي السي في وشو الغرض منها ولايش بدي اوصل انا بالاخر؟ امورنا تمام لهون؟ تمام الدكتوره اتفضلي حبيبتي. هلا الكفر لتر يعني عباره نفس مثلا انه نكتب المعلومات المهمه مثلا زي ما انت قلتي مثلا الابحاث اللي انا عملتها وايش والمعلومات يعني المهمه بكتبها بخط عريض انه او واضح انه بعباره انه انتبه على هذا الاشياء صح؟ يعني هذا بس ما بس ما بتكتبي تفاصيل. يعني مثلا ما بتيجي بتقولي والله انا عندي لنفرض انا عندي 6 ابحاث ما باجي بكتب اسمائهم بالكفر لتر، لا بس بحكي انه انا عندي ريسيرش انترست، انا عندي اهتمامات بحثيه مثلا في موضوع تعلم الاله والتعلم العميق والمثلا معالجه اللغات الطبيعيه وخلص، وعندي بعض الابحاث المنشوره موجوده في او مفصله في السيره الذاتيه، بدخل هو على السيره الذاتيه بشوف شو هي الابحاث، بس ما بكتب هذا الحكي في ما بكتب ابحاثي نفسها اوكي او بكتب عناوينها في الكفر لتر. اصلا بالسي في انت بتكتبي عنوان البحث، ما بتكتبي ايش فيه اصلا، ما بتكتب ما بتحط البحث كامل، بتحط عنوانه وهو بدور عليه. تمام، اذا بده اياه. هلا في برضه مرات بيطلبوا منك اذا محتاج، اذا البحث كثير مهم برضه اجين لما تقدمي مثلا للدكتوراه بيقولوا لك اعطينا نسخه من الابحاث تبعتك، عادي بتسهيتها بتجمعي لهم اياهم حسب طلبهم. برضه بدنا نحط ببالنا انا مرات كثير ممكن اني اضبط السي في بما يتناسب مع طلب الناس اللي انا مقدمه لهم، ممكن بالطلب يكونوا طالبين مني اشياء اضافيه ممكن اضيفها انا بالسي في، يعني بكونوا هم مركزين بيقولوا لي مثلا وضح لي شو الابحاث العلميه اللي انت قمت فيها، وضح لي ايش البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها. اوكي، بهاي الحاله اذا انت مش حاططها بالسي في بتروح بتحطها، فهمتي علي؟ مرات ببين هذا الحكي من نفس الناس اللي طالبين منك السي في. تمام، بس بالكفر لتر لا، بحكيها بشكل عام. قمت بعدد من المشاريع مثلا في مجال الويب ابليكيشنز، اوكي عملت مجموعه مشاريع ويب ابليكيشنز رفعاهم كلهم على مثلا هذا، انا طبعا مش عاملها بس انا بحكي ممكن تكتبيها بالكفر لتر، وانه انا هاي المشاريع رفعاهم على موقع الجيت هاب، هذا موقع معروف مثلا لا اللي عنده مشاريع برمجه، رفعاهم على موقع الجيت هاب والرابط الموقع موجود في السي في، ساعتها غصبا عنه بيفتح السي في وش يروح يشوف رابط موقع الجيت هاب. تمام، وان شاء الله انا في اخر هذا باذن الله باخر الشابتر بورجيكم بعض السي في تبعتي، حيكون هي شوي طويله بس مش صفحه يمكن 2-3 يمكن 3 صفحات بس لانه فيها معلومات شوي زياده، بس عبر 10 سنين شغل وعندي خبره 6 سنين قبل الجامعه، فعشان هيك غصبا عني طلعت شوي طويله، لكن انتم كطلاب لسه متخرجين أكيد يعني منطقياً ما تكون أكثر من 2. تمام؟ فبس أخلص إن شاء الله بورجيكم كيف تقسيم السي في مثلاً مثل عندك خبرات أكثر. أوكي؟ هلا عملها سي في عامة يعني ممكن أختصرها حسب أنا وين بدي أقدمها. طيب بس قبل ما نكمل بالسي في بدنا نحكي شغلة مهمة. أجين حكيت أنا في البداية في عنا إشي اسمه سي في وعندي إشي اسمه ريزمي. أوكي؟ والتنتين اتفقنا إنه سي في والريزمي هي سيرة ذاتية، لكن مرات بطلب منك الريزمي. اوكي، هلا الريزمي هي سيره مختصره. اوكي، سيره مختصره. السي في بيكون فيها ديتيلد اكثر. هلا احنا خلينا نشوف الفروقات بين السي في والريزمي موجودين هون، هدول بس المطلوب منكم تعرفوهم، حتى في وحده من الفروقات لم تعد من الفروقات. يعني هاي لما احنا حضرنا حوالي 2 تقريبا اي ثينك كان المفروض نعدل عليها باي ذا واي، لما حضرنا هاي السلايدات لقينا هذا واحد من الفروقات ما بين السي في والريزمي. بعدين مع الخبره ومع الوقت ومع لما رجعنا دورنا في هذا الموضوع اكتشفنا انه لا، انه السي في والريزمي اوكي بيستخدموا
هاي الطريقة في الكتابة. شو هي هاي الطريقة؟ هنرجع لها تمام؟ بس أول إشي بدنا نطلع على الفرقين الأساسيات اللي بدي أكون تعرفوهم، بس هم اثنين هذول أهم إشي. أول شغلة الديتيلز، كتفاصيل. بالسي في is more detailed than the resume. الريزومي يعني بتوصلني ل أو بت خلينا نحكي بتعطي المعلومة بس العامة. إذا طلبوا مني تفاصيل بعطيهم السي في. ففي بعض الشركات ما بدهم ياخذوا وقت كتير في قراءة التفاصيل تبعتك، خاصة إذا عندك خبرة طويلة. يعني لما توصل مثلا عندك 10 سنين 20 سنة خبرة، بدك تقدم، بدك تشتغل مدير في شركة، تمام؟ هيطلبوا منك الريزومي، يعني أعطيني بس رؤوس أقلام. فباجي بحكي لهم على سبيل المثال إنه أنا اشتغلت على مشاريع، بعطيهم أسماء، أو بعطي زي ما حكينا عدة مشاريع مثلا في مجال الويب أبليكيشن، اشتغلت عدة مشاريع في مجال الديتابيز مثلا، أوكي، اشتغلت مثلا عملت أبحاث في مجال الماشين ليرنينج، أوكي. هلأ التفاصيل الباقي وين بتنحط؟ تنحط بالسي في. فالريزمي هي نسخة مختصرة من السي في. بس احنا هنشتغل سي في لانه احنا اغلبنا طلاب مستجدين او طلاب بدنا نتخرج، فاحنا بدنا نشتغل نحط سي في ونحط كل معلوماتنا لانه لسه ما عندنا خبرات كثيره اصلا نحطها. فشو ما حطينا ما حيتعدى اكثر من صفحتين بتخيل، تمام؟ طيب هاي اول فرق، السي في is more detailed than the resume. الكونتنتس المحتويات، اوكي، المحتويات انا عندي بالسي في بحط educational، the professional history for any scope of job applications. هلا حكيت لكم قبل شوي اني انا ممكن احور بالسيرة الذاتية تبعتي، ما اكتب كل اشي فيها اذا انا مقدمة على جوب معين. هنا السي في عادة بتكون عامة، وانا هيدا اورجيكم اياها، السي في تبعتي العامة اللي لو اي حدا طلب سي في ببعث له اياها. لكن مرات تحتاج انت تكون مركز بالريزمي بالذات لما تكون طالب مطلوب منك ريزمي، اوكي، فانت بهاي الحالة لازم تركز على ايش المعلومات اللي بتهم لسبيسيفيك جوب. انا مقدمة على البرمجة، يبقى اكتر اشي بعمل له هايلايت وابلش فيه هو البروجكتات او مشاريع البرمجية اللي انا قمت فيها، الشركات البرمجية اللي انا اشتغلت فيها. والله مركزين على الابحاث، يبقى بركز انا على الابحاث اللي نشرتها، على مثلا المؤتمرات اللي حضرتها، اي شيء له علاقه في هذا الموضوع. فالفرق بين السي في وبين الريزومي انه السي في عامه، اوكي، لاي مجال، لاي مجال شغل انت بدك تشتغل فيه، طبعا بمجال تخصصك اكيد تقدر تقدم انت السي في. الريزومي عاده بتكون متخصصه اكثر، انا خريج علم حاسوب، انا بدي اشتغل نتورك، بدي اشتغل بس بالشبكات، ما بيهمني كتير مثلا اشتغل بالديتابيس، بروح بحط بركز في الريزمي على دورات مثلا اخذتها بالشبكات، على الشهادات، في بعض الشهادات المهنيه حنحكي عنها ان شاء الله حتيجي معنا، مثلا شهادات مهنيه انا اخذتها في الشبكات زي السي سي ان اي وريفر، اوكي، انا شهادات يعني امتحنت امتحان ودفعت عليه فلوس واخذت شهاده غير شهادتي البكالوريوس بس بموضوع الشبكات، فباجي بحطها بالريزمي او باكد عليها بالريزمي. هي حتكون موجوده بالسي في، بس بما انه الريزمي موجهه لشركه بتعنى او لوظيفه بدي اشتغل بالشبكات، فبحط الشغلات هاي، هي اللي بتكون اساس حكي كله، اساس الموضوع اللي بدي احكي انا او اساس معلوماتي اللي بالريزمي، اوكي. فهدول الفرقين واضحين بالنسبه لكم؟ بما انه السي في مفصله يبقى تنفع لاي جوب، اوكي، تقدر تقدمها انت لاي سكوب اوف جوب. الريزومي بتكون مختصرة وبتكون موجهة لجوب معين. في بعض الشركات بيجي بقول لك أعطيني الريزومي وأعطيني السي في، أعطيني هم التنتين، بيكونوا يقرأوا سيرتك المختصرة عجبتهم ودخلوا بالسي في، عرفت علي؟ فأنت بدك هون make sure of what is required in the job application، أوكي؟ بدك تكون أنت عارف شو المطلوب منك في الجوب ابلكيشن، شفت اعلان طالبين وظيفه معينه، اذا طالبين سي في تبعت لهم سي في، طالبين ريزومي تبعت ريزومي، اذا كاتبين باللغه العربيه حيكتبوا سيره ذاتيه، ما حتعرف ابعت السي في ولا ابعت الريزومي. فانت ابعت السي في
بهاي الحالة إذا أنت مش عارف هم شو بدهم، ابعت السي في التي تحتوي على كل تفاصيل بدك إياها، لكن دائما خلي زي هايلايت أو يعني بلش بالشغلات اللي بتهم الوظيفة اللي أنت مقدم عليها. تمام؟ واضحة هاي الشغلة شباب؟ واضحة. تمام. بضل عند هذا الفرق الأخير. تفضلي. بحكي لأ إنه يعني هي حلوة بس بنفس الوقت بده الواحد يرجع لها عشان يعني يعني اختلافاتهم يعني شو اسمه يعني يعني أولها ممكن تحس إنه في هيك لخبطة أوكي، بس بعدين خلص بدك تميزي إنه السي في عام من الريزمي أوكي. هاي هي الفكرة الأساسية. بس في شغلة هاي اللي قلت عنها أنا قبل شوي اللي هي اللي قلت لكم، هاي النقطة لا تعتبروها من الخلافات، بطلت من الخلافات. ليه؟ لأنه اكتشفت بعدين يعني بعد ما عملنا المادة بسنة تقريبا إنه لا عادي ممكن إنه السي في والريزمي فعليا بتقيدوا بهاي. إيش هي هاي؟ هون بقول لك reverse chronological order، يعني chronological order هو الترتيب الزمني، الترتيب الزمني للأحداث أوكي. عادة وفي كله في السي في وفي الريزمي بطل حدا يمشي على الترتيب الزمني من الأقدم للأحدث، بطل حدا يطلع على هاي. أنا لما أبعت السي في تبعتي أوكي بدي أحط الإدوكيشن اللي عندي، الشهادات العلمية، ببلش بالماستر اللي هي آخر شهادة أنا أخذتها. تمام؟ ببلش بالماستر، بعدين بكتب البكالوريوس، بعدين بكتب التوجيهي إذا حبيت أحطه أوكي. بعض الشركات بتهمها التوجيهي، مو غلط، هاي سكول حطها مو غلط أوكي. فبهاي الحالة شوفوا بإيش بلشت، بلشت بآخر شهادة حصلت عليها. مرات ما حيقرأوا الباقي بدهم يشوفوا مؤهلك الأخير، فخلص بدل ما يقعدوا يمشوا فيها من أول من ولدت لحد ما يوصلوا لآخر شهادة أنت حصلت عليها، لا بشوفوها بالبداية and that's it. خلص هاي معها ماستر أوكي، بتهمنا إحنا بدنا حدا معها ماستر لقيناها it's okay. ماشي، مش حيطلع، ممكن ما يطلع لا على البكالوريوس ولا على الهاي سكول. برضو نفس الفكرة، بهمهم خبراتك تكون برضو مرتبة من الأحدث فالأقدم. يعني آخر مكان أنا اشتغلت فيه فيلادلفيا، فبروح أحط فيلادلفيا أوكي. قبل فيلادلفيا من فترة بعيدة جدا مثلا اشتغلت بشركة اسمها ميثود، بروح أحطها هون. قبليها كانت مثلا هيوستن، قبليها كانت آيديال سوفت، فهيك ببين بالتاريخ. طبعا حيبين إنه فيلادلفيا من 2010 لـ 2020 أو till now إذا أنا لساتني فيها أوكي. حسب أنت تقدر تكتب 2020، تقدر تكتب النهاية، تقدر تكتب till now إنه أنا لساتني على رأس عملي. وطبعا كتير أحلى إنك أنت إذا بتشتغل بدك تقدم على وظيفة تانية إنك ما تقدم وإنت عاطل عن العمل، تقدمه أنت إيش. طبعا اللهم إذا كنت fresh graduate هاي إشي تاني، لكن لما تكون أنت إلك عمر قاعد تشتغل وبدك تقدم على وظيفة ما تترك وظيفتك. هاي نصيحة عامة يعني، ما تترك وظيفتك وقول لدور على واحدة جديدة حتى لو كانوا مجننينك في الوظيفة اللي انت فيها، ضلك ماسك فيها وقدم. دائما لما تقدم على وظيفة أخرى وانت على رأس عملك بتكون في نقطة قوة، انه انت اللي مش عاجبك الوضع وبدك تغير. لكن لما تكون تارك، ممكن تارك انت عشانك او تارك او هم متركينك، بغض النظر هيصير في question mark، طب ليش ترك شغله؟ عرفتوا علي؟ فدائماً هي حطوها ببالكم هيك لقدام، ما أترك شغل معي إلا لألاقي شغل تاني أوكي؟ هاي شغلة كتير مهمة. اللهم إلا إذا كان إيش غصب عنك، يعني هاي شغلة مش بإيدنا. هلا ممكن جداً في بعض الشركات مع الوضع الكورونا عملوا لاي أوف لموظفينهم للأسف يعني، فعادي يعني ممكن تقدم على شركة تانية، طب ليش تركوك؟ عملوا لاي أوف أوكي؟ لاي أوف لعدد كبير مثلاً، بتحاول إنك تضبط أمورك مثلاً، عملوا لاي أوف للي رواتبهم شوي عالية مثلاً. تمام؟ يعني تحاول إنه ليش طب اختاروني أنا؟ ليش طلعوني أنا من الشركة ما طلعوش غيري؟ أوكي؟ إنهم حافظوا على رواتبهم أقل على أساس أخف على الشركة. بتحاول تلاقي طريقة طبعاً تكون صادقة، ما تكونش إشي تألف من عندك، بس تحاول أنت تطلع على الجهات الإيجابية في أي إشي بدك توصله للشخص اللي قدامك. تمام؟ واضح هذا الحكي شباب؟ طبعاً هذا الموضوع ممكن أخلصه أنا
محاضرة، بس أنا هذا موضوع بصراحة بحس إنه كتير مهم، فكتير بركز على شغلات معينة، وبعدين بحب أحط خبرتي. فإذا حسيتوا حالكم زهقانين احكوا لي. تمام؟ يعني أنا بحس إن هذا موضوع كتير حيفيدكم بإذن الله تعالى. طيب، حدا عنده أي سؤال لهون شباب وصبايا؟ تمام. أمورنا تمام؟ طيب، إن شاء الله. طيب، معنا حوالي 7 دقائق، خلينا نكمل فيهم. ستي احكي. هذا اللي في اللون الخط الأحمر، السلايد اللي قبل هذا. شرحتيه ولا هاي؟ لأنه أنا في الإنجليزي شوي مش كثير. اللي باللون الأحمر راحوا بصراحة لأنه طلعت منه. شو بماله؟ بس عادي، ما هو موجود بالفيديو، تقدر تعمله منه سكرين شوت من الفيديو يعني إذا بدك إياه. لا تبعت ماك شور أوف وات إز. هاد حكيته. هاد حكيته إنه شو في إيش بدهم هم. تمام؟ يعني هذا اثنين حكيتهم أنا، وحتى يعني ركزت إنه هنا both CV and resume ممكن يطلبوا منك البوث CV والresume، فأنت تأكدي شو بدهم منك CV ولا resume. وحكيت إذا كنت إذا كان الإعلان باللغة العربية ممكن يطلبوا السيرة الذاتية، في ناس بكتبوا بين قوسين CV، في ناس بكتبوا بين قوسين resume بالإنجليزي. إذا ما كانوا كاتبين ما كان واضح، حطي ببالك إنك تبعتي CV مع عشان تجمعي بين التنتين مع التركيز، يعني دائماً بتبلشي بالإشي اللي بهمهم. أوكي؟ اللهم إلا إذا مضطرة أنت تحطي خبراتك مثلاً، بدك تحطيها إنه من الأجدد فالأقدم. تمام؟ لكن لما تحطي السكيلز المهارات، تيجي بتحطي مثلاً المهارات اللي بتهمهم في البداية، بعدين بتحطي المهارات الأخرى. أوكي؟ والنقطة الثانية هاي the course concentrates، برضو هاي قلت لكم إنه إحنا حنركز على شغل السي في. ليه؟ لأنه إحنا أغلبنا هنكون fresh graduates إن شاء الله في يوم الأيام، فيعني صعب إن هلا تكونوا أنتوا تكتبوا resume لأنه أنتوا فعليا ما عندكم لسه كتير حكي تحطوه، فلا عادي حطوا details تبعتكم كاملة. طيب، هلا بدنا نحكي عن main contents of a CV. هاي من الشغلات على فكرة بتنسألوا عنها بالامتحان، بدك تميز إيش هي المحتويات الرئيسية اللي لازم تكون موجودة في CV. طبعاً هلأ ما ينطبق على CV، ينطبق على resume شباب. أوكي، من اليوم من هلأ من هاي السلايد واللي بعدها أنا بحكي بشكل عام عن CV بشكل عام وينطبق على resume. فعندي أنا contents أساسية لازم تكون موجودة في CV، ما بيصير تخلو CV منها اللهم إلا إذا أنت ما اشتغلت، فشي طبيعي ما تحط الإكسبرينس تبعتك، بس هي هاي الوحيدة. لكن إذا أنا اشتغلت لازم أحط الإكسبرينس. إذا أنا إلي 3-4 سنين متخرجة واشتغلت بشغل، حتى لو شغل بسيط، لو شغل بعيد شوي عن عن تخصصي، it's okay. أحط إني أنا ما عدتش فاضية 3-4 سنين، بكتب إني أنا بثلاث أربع سنين اشتغلت بشغل تاني عبين ما ألاقي شغل بتخصصي مثلاً. تمام؟ ف usually بحكي لك إنه structure للCV is flexible، يعني هيكلية أو تنظيم CV بيكون عادة flexible. تمام؟ مرن، أنت بتحط الأشياء اللي موجودة عندك. تمام؟ لكن أوكي، وفي بعض في بعض الشغلات أنا مثلاً ممكن أحطهم ممكن لا، يعني زي مثلاً الvoluntary work لأعمال تطوعية. هلا أنا ممكن أحطها بالCV تبعتي الvoluntary work إذا بدي أوصل للشخص اللي قدامي أو للإمبلوير إنه أنا مثلاً إنسانة اجتماعية، إني أنا إنسانة بقوم عندي خبرة في التيم وورك، أنا بشتغل ضمن فريق. هو الفولنتري وورك كله بدعم هاي السكيلز، صح ولا لا؟ أنا عندي خبرة بالكوميونيكيشن سكيلز برضو عن طريق الفولنتري وورك. إذا بدي أوصل هاي المعلومة بكتبها. ممكن الفولنتري وورك مثلاً ما يفيده أو ما بهمه، فساعتها ممكن استثنيها. فمثلا الفولنتري وورك من الشغلات التي لا تعتبر من المين. اوكي، اتس نوت مين كونتنت، يعني ممكن احطه ممكن لا. اوكي، لكن في شغلات تانية لا ضروريه، في عندي certain parts they should be included، ما بيصير تخلو السي في منها، وحنبدا نحكي عنهم. كم ساعه؟ مشكلة ساعة الموبايل. أوكي، طيب 3 دقائق بس، خلينا نحكي بس على أول تنتين. أوكي، أول main content عندي للسي في اللي هي التايتل. ما في سي في بالدنيا من غير تايتل،
صح؟ ما في أي دوكيومنت، أي وثيقة بالدنيا من غير تايتل، لازم يكون في عنوان، مظبوط؟ لكن إيش هو هذا العنوان؟ هلأ بحكي لك، طبعاً ناس كتير بيجوا بيشوفوا العنوان زي هيك، بيشوفوا سي في، بيلاقوا العنوان مكتوب فوق سي في، طبعاً عارف إنها سي في، ما أنا طالب منك سي في، ما في داعي تكتب لي العنوان إنه سي في، ولا كلمة ريزمي، ولا كاريكولم فيتا. فبحكي لك هنا إنه هدول من العناوين اللي ما في داعي لهم، it will be waste of valuable space. يعني عندك أنت مساحة في في الدوكيمنت تبعك أنت ضيعته على كلمة كاريكولم فيتا أو على سي في، ما تستخدمها كتايتل. طب شو أحط التايتل؟ your name. أوكي، عنوان السي في تبعتي هي اسمي، بتحطه هيك في البداية علشان بس أكون واضحة. أورجيكم بما أنه إحنا انتهى الوقت، فأورجيكم بس السي في تبعتي، بس منظر هلأ، بس أنه كيف التايتل موجود في البداية. هاي هذه جنرال، من آخر واحدة عندي هاي هاي أوكي. هاي لاحظوا ما في ولا كلمة إيش، طلعت 6 صفحات أوكي. بس 6 صفحات لسبب يعني، تمام. في عندي هنا هاي اسمي وبس، ما في كلمة سي في، ما في كلمة إيش، ما في كلمة اللي هي كاريكولم فيتا، اسمي فقط هو التايتل. ولاحظوا حطيت هنا اللي مسميه إحنا هون professional title. professional title هو زي عنوان وظيفي إلها أو عنوان وظيفي إلك. أنا هون حالياً I'm lecturer، أوكي؟ وأنا لما بدي أقدم مثلاً على مكان تاني لنفرض بدي أقدم as a lecturer، فأنا حطيت هون إنه أنا lecturer في محاضرة في قسم علم الحاسوب جامعة فيلادلفيا، تمام؟ عشان أبين لأي حدا بده ياخدها إنه أنا شو مالي؟ إني أنا اللهم صل على محمد، إنه أنا ما زلت على رأس عملي، تمام شباب؟ وبنحكي إن شاء الله أكتر في هذا الموضوع في المحاضرة القادمة. حدا عنده أي سؤال؟ محمد، محمد رافع إيده بس. الله يعافيكم، الله يرضى عنكم. أي محمد احكي. ترى أنا شفت حط صورتك على السي في، مع إنه كاتب things to avoid when writing a CV. yes. كاتب your photo. 100% صحيح، الله يرضى عنك. هاي الصورات كنت أحكي عنها، إنه أنا حاطة صورتي على السي في، بس أنا لي أسباب أخرى، أوكي؟ هلأ أنا عادة يعني آخر فترة اللهم صل محمد، لو بدي أقدم هلأ بهاي الفترة إحنا بنقدم أونلاين قاعدين، تمام؟ فمرات السي في، مرات الصورة ممكن تفيدك، مرات لا. هلأ أنا قلت لكم حاولوا حاحكي لقدام إنه try to avoid it لأسباب معينة، بس مش معنى هيك إنه ما تحطهاش بالمرة، عرفت علي؟ عادي ممكن تحط صورتك. هلأ أنت مثلاً بسألك سؤال، أنت لما تفوت على الفيسبوك إذا أنت بتتعامل مع شخص صورته مش موجودة على الفيسبوك، تعرف تتعامل معه؟ شخص أول مرة بتتعرف عليه. أيوة، أنا مثلاً ممكن أضيف ناس ما بعرفهم على الفيسبوك، إذا لقيت له صورة واضحة، أوكي؟ وإذا لقيت له ديتيلز مبين إنه هذا شخص حقيقي مش فيك. لكن لو كانت صورة ملهاش دخل مش شخصية، بتوقع إنه ممكن يكون فيك، صح؟ هلأ الصورة مرات بيكون إلها إيش؟ بيكون إلها هدف، أو بيكون إلها داعي، ومرات ما في داعي لها، تمام؟ هنحكي إن شاء الله عن ليش أنا بحاول to avoid it في بعض المجتمعات، في بعض الحالات، بس أنا مثلاً أنا مجهزاها لأغراض الدكتوراه، فعشان هيك حطيتها، تمام؟ أوكي، إن شاء الله يعني، الله كريم. طيب خليني بس أتأكد إنه خي هذا نزل حضور الغياب، أوكي؟ So, اللي ما عنده سؤال بيقدر يتسهل، خلصت المحاضرة. اللي عنده أي سؤال تاني يحكي لي، يضلوا يسألني، ما عندي أي مشكلة. هل عنده أي سؤال شباب وصبايا؟ تمام دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. يبقى خلينا نعمل stop the recording ونكمل إن شاء الله المرة الجاية.